شرع سائقو سيارات الأجرة في تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار النقل والمقدرة ب10% زيادات اعتبرها أصحاب سيارات التاكسي ضعيفة مقارنة بارتفاع أسعار الوقود. نتابع مع رفيق خلف الله وسيد أحمد هديبل. دخلت حيز تطبيق سلسلة زيادات جديدة في أسعار النقل عبر سيارات التاكسي بالموازاة مع قرار وزارة النقل القاضي برفع تسعيرة النقل الحضري للمسافرين، ووجد الجزائريون أنفسهم مجبرين على دفع 5 دينارات إضافية عن كل 1 كيلومتر. المفارقة أن ممثلي نقابة أصحاب سيارات الأجرة يصفون هذه الزيادة بالمجحفة في حقهم كونهم يتكبدون خسائر يومية. هذه التسعيرة الطفيفة اللي زادت سي بور كومبونسي لوغمونتاسيون تاع البنزين. يعني هي تسعيرة اللي ما تمثل والو. تسعيرة تاع 10%. وهذه التسعيرة هذه زادوها اينيكمون للسائقين الطاكسي انديفيديوال. حنا مازلنا نخدموا بجوج دورو، تسعيره جديده هاي ليك، واش فيها؟ فيها من 20 30 ولات 20 40، صافي زادوا جوج دورو. جوج دورو حنايا في السوق تاعنا ولينا كاع ما نشوفوهمش. أصحاب سيارات الأجرة من جانبهم لم يقتنعوا بالزيادة الجديدة. هذه طريفة دورة ما ضعف بزاف يا أخي الكريم. راهي شغل 40 دورو في ليسونس بزاف تانيك، زادوا لنا بزاف ماناش نخرجوا فيها مليح مليح. ماناش راضيين باتش. أما المواطن الجزائري فهو المتضرر الأول والأخير من سياسة رفع الأسعار. البري هذو زايدين بصح على الأقل يستعملوا هذو لي بري، هما يزيدوا فوق لي بري هذو، هو الكونتور أصلا ما يستعملوش. لو كان جاو يستعملوا غير لي بري هذو اللي زادوه لهم طريف سما الصحيح، معليش هما يزيدوا من الفوق. الزيادة في أسعار التاكسي عن طريق العداد تكاد لا تكون لاحظت، بما أن أغلب سيارات الأجرة في بلادنا يشتغلون بما يعرف بالكرسة.